السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام فضيلة ورحمة الشيخ، الله وبركاته. أود تفسير هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا ك ما خلق ما خلقكم وما بعثكم إلا ك كنفس واحدة. إلا كنفس واحدة، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. نعم، إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. وش الأشكال؟ أول الآية تحث على القدرة والخلق، نعم، وفي نهاية سورة نهاية الآية السمع والبصر. نعم، قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا في نفس واحدة، يعني في سهولة هذا على الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر. إذا أمر بالشيء مثل لمح البصر، يأمر الله الأرض فتهتز، وبلمحة بصر يتلف في هذه الهزة عالم وبيوت وأموال لا يحصيها الله. كلمة واحدة لو تأتي بدكترات الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، أو بقنابل الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، لكنها كلمة واحدة يقول كن فيكون. فيقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني هذا من باب التهديد، يعني سميع لأقوالكم، بصير بأفعالكم. فإياكم أن تنكروا شيئا وأنتم تعرفون عظمة الله عز وجل. نعم، هذا المناسب، هذا تهديد لهم لأن لا ينكروا شيئا من قدرة الله عز وجل.